وقعت الفنانة المغربية مريم حسين في ورطة بسبب مقطع فيديو الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين والفنان المغربي سعد المجرد، والذي كان أحدث ضجة كبيرة يوم أمس بسبب ظهورهما وهما يغمران ويقبلان بعضهما البعض. وفي التفاصيل، فقد تداول المتابعون تعليق لمريم حسين على الفيديو المتداول لروان بن حسين وسعد المجرد، هاجمتهما فيه إذ قالت: الحمد لله ما كنتش أنا ولا كنت في الحبس. وتابعت في تعليق آخر: ويلي إحنا شعب محافظ، ما نحضن رجال ما نعرفهم، هذا الشيء أصلا حرام بالدين الإسلامي، هاد شيء اللي تعملوه في الحبس إن خاص المرأة والرجل في الأماكن الخاصة ما يتسلقوش، ولكن اللي تعلمته إنه الحبس اللي شي ناس وناس لا. الله يبارك بعمرك سيدي. وختمت بتقريبا مثل رقصي بعيد ميلادي، بس الفرق إني انسجنت. وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها تعليق مريم حسين هذا، خرجت عن صمتها لتنفي الأمر تماما، وقالت حسين عبر حسابها الخاص على سناب شات أن حسابها قد تم اختراقه، وأضافت: اللي يبي يرقص يرقص، واللي يبي يبوس يبوس، أنا مع الحرية الشخصية ولكن أنا مع قانون الدولة. أنام أصحى ألاقي الحساب متهكر، ألاقي من حسابي ما هذا. وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسعد المجرد وروان بن حسين ظهر فيه بشكل حميمي في إحدى حفلات المجرد بالإمارات على حد قول المتابعين. وأثار مقطع الفيديو المتداول للفنان المغربي سعد المجرد والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجدل على مواقع التواصل، حيث جرى تداول الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهرت بن حسين وهي تحتضن المجرد ويقبلها، ثم تمايلا على الأغنية التي كان يغنيها قبل أن يقوم المجرد بتقبيل يدها. وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير من ضمنهم روان بن حسين والفنانة العراقية شذا حسون. ومن ناحية أخرى، كانت نفت مريم حسين بمقابلة أجراها معها محمد الزباوي عبر قناة الجديد، وتحديداً خلال حضورها حفل توزيع جوائز ماركس دور في بيروت الأخبار التي تم تداولها عنها مؤخراً، وتحدثت عن حملها بطفلها الثاني، فيما أكدت مريم أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي دون أن تكشف عن هوية الشخص. اليوم أنت عايشة قصة حب أو لا؟ عيوني شو بتقول؟ بتقول إيه؟ والله خير.